اهلا بكم مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر برفقتكم. هذه الايام تحتفي الخرطوم اول يوم، بدايه يوم مشرق وبدايه شهر مشرق باذن الله. ندي لكل المشاهدين تحتفي الخرطوم بمهرجان الشعر العربي ومشاركه اكثر من 30 شاعر وشاعره من مختلف الاماكن. يعني نستضيف في هذه الحلقه وفي صباحنا لليوم احد فرسان الشعر العربي في العالم العربي بالتحديد. هو شاعر قارة حقيقة لإسهامه الكبير ولتنوع كتاباته. نرحب به صباحا أستاذ شاعر القارة محمد المتيم من جمهورية مصر العربية. صباحا أهلا ومرحب بك. صباح النور أستاذ حمزة، أهلا وسهلا. نحن مبسوطين صباحا أنك تكون معنا اليوم. أنا أكثر سعادة والله أني أكون يعني هذا الصباح في الخرطوم على ضفاف النيل الأزرق السعيد يعني ونحن نطيل، وهو نهر النيل الذي يتدفق فينا حبا وودا يعني في القلوب. جميل، تكلمنا عن العلاقة المشتركة ما بيننا نحن. طبعا الحديث لا تختصر المساحات الضيقة عن السودان وعن جمهورية مصر العربية، غير ارتباط النيل، ارتباط الوجدان وارتباط التاريخ وارتباط الحضارات. ده الشكل، هل ممكن نقول ده الشكل إنسان أستاذ الشاعر القارة محمد المتيم؟ اولا صباح الخير صديقي حمزه عليك وعلى كل مشاهدي قناه الشروق وبرنامجك الطيب العامر. صباح الخير على كل وجوه السودانيه النضره النبيله، وانا سعيد اني اطل عليهم هذا الصباح. المشتركات الحقيقه يعني لا حصر لها، لا حد لها، بدءا من السيد النيل هو المشترك الاعظم، لكن وجدانيا ثمت عوامل اخرى كثيره لا يلتفت اليها المثقفون احيانا. يعني انا تو كنت احكي مع احد الاصدقاء في البرنامج، اقول له المساله احيانا احنا نختزل الامور في جوانب هامشيه ضيقه رغم ان المساحات المشتركه فضفاضه وواسعه. أيوة. تمام. ولا ينبغي على المثقفين او الكتاب ان يقعوا في هذا الفخ. بمعنى أي رجل مصري يمشي في الشارع، تمام، أنا لي جار أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولما عرف أنا أصلا من الأقصر وجاري هذا في الأقصر البسيطة لما عرف أني أنا ماشي السودان قال لي يلا إلى بلد الهادي آدم، تمام. فهو مدرك بعض الأشياء المعلومات الرئيسية، تمام، فهو يعرف الهادي آدم من علاقته بأم كلثوم والأغنية الخالدة غدا نلقاك وكذا، تمام. لا ينبغي أن توقف رؤى المثقف عند هذه الأشياء الشهيرة، تمام. المشتركات أعمق من كده، تمام. لا ينبغي أن يحصر في نطاق ضيق، يحصر في نقاط ضيقة أو نقاط الشهيرة فقط، تمام. كلنا في مصر قرأنا الطيب صالح، تمام. إذا على المثقف أو على الكاتب أو على صاحب الرأي أو الكلمة أن يكون متجاوزا هذا، يعني هذه البوابة الكبرى دخلت منها توغل، تمام. فالمشتركات أعمق من ذلك، لكن في صعيد لم يلتفت إليه كثيرا شكل العلاقة الوجدانية وعمق وشائجها بين الشعبين المصري والسوداني على مستوى الأفراد وبالملايين يا صديقي، ملايين الأفراد. هذا المنطلق هو المنطلق الروحاني أو الصوفي، تمام. كثير من أولياء السودان والعارفين وصلاحائها وأهل الطريق الصوفي وكذا نزحوا إلى مصر، تمام. ولما ذهبوا إلى مصر يعني فتحت لهم الفتوح العرفانية التي عند أهل هذا الطريق وكذا، تمام، ولاقوا قبولا وربوا مريدين في مصر بمئات الآلاف، منهم الشيخ صالح الجعفري مقامه في الدراسة بجوار الإمام الحسين في قلب القاهرة، تمام. من أصحاب هذا الشأن أيضا السيد محمد عثمان عبد البرهاني السوداني، له مئات الآلاف من الأحباب في مصر، تمام، في مصر، تمام، وفي بقاع مختلفة من مصر، في الصعيد وفي الدلتا وفي كذا وفي كذا وفي القاهرة وفي غيره. فإذا في مشتركات كثيرة لم نسلط الضوء عليها جيدا، وربما لم نلتفت نحن أيضا إليها في مصر كما ينبغي، لكن يمكن التعويل عليها. جميل. لبناء جسور أقوى وأمتن في علاقة بلدينا الحبيبين. جميل، وأنت الآن تبني جسرا من التواصل بهذه المشاركة، لأي مدى ممكن تسهم هذه الفعاليات والملتقيات في إثراء المحتوى وفي الترابط يعني
وترابط العلائق يعني. يعني الحقيقة دعوتي لمهرجان الخرطوم الشعري في بيت الشعر هي دعوة عزيزة جدا على القلب. هذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها السودان ولا المرة الأولى التي أزور فيها بيت الشعر. المرة الماضية قدمت في 2018، كنت في زيارة تبع وفد لوزارة الشباب المصرية، وزرت من باب التعرف على الأصدقاء هناك. عدد كبير من شعراء السودان أصدقائنا، يعني لهم صلات ببيت الشعر وكذا، فزرتهم هناك. هذه المرة بدعوة رسمية من بيت الشعر رأسا للمشاركة في فعالياته. كيف تسهم هذه الزيارة في الثراء المعرفي أو التكوين المعرفي أو كذا؟ هذا يقودني للزيارة الأولى. الزيارة الأولى عندما قدمت، الحقيقة أنا أيضا كانت معرفتي بالسودان معرفة السودان إبداعيا، معرفة لا تتجاوز أيضا أسماء الشخوص ورموز. شخوص ورموز، أي نعم بالضبط، محمد الفيتوري، الطيب صالح الكذا، أسماء المعروفة يعني كما تنزل مصر وقال طه حسين، نجيب محفوظ، الأسماء. لما التقيت الأصدقاء الشعراء في بيت الشعر وكذا ودارت الحوارات تمام، اكتشفت الضامة الكبرى. الضامة الكبرى هي كم نحن مقصرون في حق الأدب السوداني، حق معرفتنا به الحقيقة. وأنا كتبت مقال من فترة قبل 4 شهور عن هذه المسألة. المقال كان عن صلاح أحمد إبراهيم تمام، السوداني النافخ في البوق، لأنه له مجموعة شعرية طبعت في الإمارات اسمها نافخ البوق. فأنا عنونت المقالة كذا، صلاح أحمد إبراهيم السوداني النافخ في البوق، وكأن يعني مجموعة نافخ البوق هذه يعني تصدح بأعلى صوت لتنبهنا هنالك إبداع قادم، هنالك إبداع قديم وعتيد ومتجذر في السودان لا بد أن نلتفت إليه. فلما قدمت إلى السودان المرة الماضية بدأت أتساءل، ويحكى لي تجاني يوسف بشير، أحمد سعيد عباسي، صلاح أحمد إبراهيم، وبدأت الأسماء تطول. القائمة تطول، يا الله إلى أي مدى نحن مقصرون بالفعل تمام، وأيضا في الرواية وأيضا في القصة القصيرة وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا تمام. فالمقال هذا كتبته أنا تكفيرا عن ذنب الجماعي في حق الأدب السوداني الحقيقة. طيب، لعلنا ننتبه. جميل، نتشوق نحن الآن نسمع منك بعض من رحيقك المختوم بنفسك يعني وإبداعك. وأنا صراحة إنه المساحة الضيقة دي ما قدرت أختصر فيها يعني سيرتك ومسيرتك الحافلة، يعني من إنجازات ومن جوائز قيمة ومن مهرجانات كبيرة رفعت فيها اسم بلدك ورفعت فيها شأن القراءة يعني والأدب، فعلك تعطينا المزيد يعني. الله يسعدك. من مدك ومن بحرك. تسلم. الله يسعدك. بيفتح الباب يا فاطمة. نعم. وأنا في بحثي وجدت هي فاطمة شقيقتك الكبرى. أي نعم. فبعد نقرأ نجي للعلاقة الأخوية الكبيرة اللي ما قاعد نتطرق لها دائما، لرمزيتك أنت اختيارا هذه العلاقة القوية اللي مهما حدث هي تظل علاقة دم رحم. نعم. أقرأ من افتح الباب يا فاطمة. 7 وظائف لا تلائمني. يا 7 صنايع. لكن البخت مع فاطمة لم يضع. 7 وظائف لا تلائمني. قال كن نحاتا، قلت وأزعج سكون الحجر، قال فكن طيرا، قلت وأوقظ حنين المهاجر، قال فكن عازفا، قلت وأفشي حزن الخشبة بدلا من ضمها، قال فكن شارعا، قلت أو أحتمل ثقل خطوة المدين، قال فكن ربوة، قلت أشفق على العاشق الأعرج، قال فكن الليل، قلت إن طلت لعنوني وإن قصرت لعنوني، وما بي طول ولا قصر، قال كن
قلت اجعلني حارس جبانة، أصغي بخشوع للعدم، ظهري مسنود إلى شاهد قبر، ساقايا ممدودتان، والأبدية تضع رأسها على فخذي وتنعس. يا سلام يا سلام. سلام حمزة. أستاذ محمد، أكثر من 30 قصيدة في افتح الباب يا فاطمة تمثل صدر الديوان يعني. فبالنظر لكتاباتك أنت كنت تكتب عن طريق القافية والجرس الموسيقي، ولكن انتقلت في هذا الديوان بشكل كلي إلى النث. هل هو اختيار منك لتجد راحتك أنت في النث، ولا برضو لإثراء محتواك؟ بص يا صديقي، المسألة يعني وإن كان الإبداع هو مساحة للخيال ومساحة لكذا، لكنه ليس مساحة للترف أو للراحة. فالمسألة دائما ما تكون محكومة بقواعد جمالية، وإن لم تكن القواعد عامة تسري على الجميع، لكن لكل إنسان رؤى التي تمثل له قواعد التي يتحرك من خلالها. الانتقال لقصيدة النثر كان انتقالا اختيارا واعيا بالنسبة لي، انتقالا جماليا. يعني أنا قضيت ما يقرب من 12 عاما أكتب قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية ذات الجرس الموسيقي والبحور على البحور الخليلية وكذا، وبأريحية تامة. تمام. لكن يبدو أن راحة القصيدة في تعب الشاعر. أظن الأمر هكذا. فليست المسألة مسألة راحة أو أكثر، بالعكس، القصيدة قصيدة النثر تمام أكثر مشقة تمام لمن يعي هذا الأمر من القصيدة الخليلية أو الكلاسيكية، لأنها فخ. قصيدة النثر فخ كبير، ما دمت أنت لن تكتب على بحور عروضية بقواعد عروضية معينة الجميع يسري يعني ينضبط وفقا لها. ف يعني عارف انت اللي هو فكره ارخاء القيد اوهن اشد يعني اشد شرك 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 اخطر وافدح من احكام القيد. تمام. ان تكتب بلا قيد، خذ كلام عادي بلا ايقاع بلا موسيقى، لكن اعطيني منه شعرا. هذا هو الاختبار. ويحتاج لمتذوق حصيف، لأنه الناس بالعادة درجت على التفعيلة وعلى الجرس الموسيقي في القافية ونظمها وكذا. الشاعر يراهن على الإحساس أو الشعور حتى قبل الفهم، صدقني. أنت أحياناً قد تستمع إلى أغنية أوروبية تمام، وقد لا تكون تتقن اللغة التي أغنية إيطالية، وأنت لا تتقن الإيطالية أو الإسبانية، وأنت لا تتقن الإسبانية، لكنك تشعر بشيء ما، شيء ما في كلماتها، في أداء المغني تمام، شيء ما يؤثر. هذا الأثر شبيه بأثر الشعر، سواء المتلقي استطاع استيعابه، أذنه مدربة أو غير مدربة. نراهن على الشيء الداخلي الذي يشعر بالأشياء في صفائها. جميل أستاذ محمد، يعني المساحة ضيقة جدا والحديث معك لا يمل صراحة. أنا وعدت المشاهد أنه بعد فتحنا الحديث عن افتح الباب يا فاطمة نفتح المقاليغ، يعني إلى أي مدى ممكن برضو الاهتمام بالأخوة وهذا الرابط الكبير هو مهم وإنت أديته أهمية من خلال ديوانك؟ شوف، يعني الشعر دائما يقولون إن له مستويات للتلقي تمام، يعني في متلقي مستوى أول للتلقي مباشر وسطحي، مستوى أعمق وهكذا وهكذا وهكذا. فاطمة بشكل مباشر وصريح هي شقيقتي الكبرى بالفعل تمام، لكن على مستويات أخرى قد تكون الحقيقة المنشودة، قد تكون قصيدة ما تراوغني، قد تكون أمنية ما أو حلما ما، يعني قد تكون لها تجليات متعددة. لكن حتى على مستوى كونها الشقيقة تربطني بها رابطة الدم، فأنا أقدس العلاقة الأخوية بين الرجل والمرأة تمام. ربما لم ترصد كثيرا هذه العلاقة في مدونة الشعر العربي، يعني المرأة كأم حضرت في القصائد العربية، وكحبيبة بالطبع حضرت في القصائد العربية، حتى كجدة عند كثير من الشعراء أبرزهم المتنبي، الجدة حضرت تمام.
حضور الأخت في القصيدة العربية يعني نادراً ما مر بي. أنا أحببت يعني أن أعيد صياغة هذه العلاقة وفق أسس ومناظير شعرية في مجموعة افتح الباب يا فاطمة. جميل أستاذ محمد، إن شاء الله بإذن الله إذا كان هذا الوعد صادق على حسب الترتيبات، إنه الحديث معك يحتاج لمساحات أوسع عشان نتكلم عن منتوجك الإبداعي، ونتكلم برضو عن شكل العلائق اللي أنت بتوثق لها ما بين البلدين، ما بين العالم العربي جميع، الأمة الإسلامية أجمع. يعني نختم معك، نحن مقدرين جدا حضورك في صباح الشروق، وانت جيت امس والليله معانا في صباح الشروق، يعني محتاج شويه ترتاح والليله اول يوم من ايام صحيح صحيح. كتر خيرك استاذ الشاعر القارة محمد المتيم على حضورك صباحا، ونختم معك بواحده من كتاباتك. الله يسعدك. اوكي ماشي. عندك لي يعني دمع يفك حصارين، دمعة تفك حصارين، وعندك يعني مطبوعات تحت الطبع الغزال ذو القميص الأحمر. ما شاء الله طيب النور، ونقرأ قريب يعني إن شاء الله. منه أقرأ من الغزال ذو القميص الأحمر ذو قيد الطبع، أقرأ مناجاة. مد لي كفك الآن يا سيدي، مدني بالذي يعصم القلب حين تئز الصدور من الخوف. يا سيدي يا معين العنايات، يا سندي، يا هيولى رؤاي ويا أبدي، يا اجتماع صدايا إذا ما طغت جلبة الناس في السوق، يا بددي، يا اختباري إذا انفلق الصدر من فجأة الواردات، إذا انقسم الظهر، يا عضدي، يا سميري، إذا ما ضجرت من السفر الواقف الخاطر المتنقل فوق العذابات، يا جلدي، يا سميري ويا جلدي، يا شكوكي ومعتقدي، يا افتقاري ويا مددي، يا ارتحالي ويا بلدي، يا مسرات قلبي ويا كبدي، واقف حيث شئت ومقتحم بك، مفترش سوح بسطك، والليل ملتحفي. شرقت في دمي فكرة غربت، خنت عهد ودادك، لو قلت يا بنت وجدي قفي، صرفتني عن الدار والأهل كل الصروف، وما كنت عنك بمنصرفي. أنت بين الحشا والضلوع سكاكين ترقص، لا القلب ينكص، لا الموت يخلص، والنار لا تنطفي. أنت في العين إنسانها، أنت في الروح في، يا بقاء الأكيدة ويا متلفي. وأنت شمعة توقد في كل مرة. كتر خيرك. شكرا جزيلا أستاذ محمد المتيم على حضورك صباحا. إذا دفكم متواصل ومباشر، سعدنا جدا بوجوده معنا في صباح الشروق، نتمنى اليوم مزيد من التقدم ان شاء الله. كثر خيرك.